فإلى فقرة ضيف الصباح ليكليراج، فيها نتحدث عن الجمع العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أفرز قيادة جديدة، قيادة ثلاثية في الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة مشكلة من فاطمة الزهراء المنصوري مع كل من المهدي بن سعيد وصلاح الدين أبو الغالي القياديين داخل الحزب ونجوى كوكوس رئيسة للمجلس الوطني. علاش قيادة ثلاثية للأصالة والمعاصرة في المرحلة المقبلة؟ شنو مستقبل الحزب الذي يشكل الحكومة وما هي حصيلة عبد اللطيف وهبي الأمين العام الخارج بعد ولاية وحيدة على رأس البامة؟ معنا للتعليق ضمن ليكليراج هذا الصباح زهور الوهابية النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة والقيادية داخل الحزب. للا زهور صباح الخير ومرحبا بك معنا على شاد اف ام. صباح الخير سي كريم حضري، وصباح الخير مستمعين الكرام عبر هذا الأثير الصباحي، وهنيئا لكم بهذا البرنامج الرائع. صباح الخير يا مغرب، اللي كيسلطوا المجموعة دي الأمور الاجتماعية المتسقة بالمواطنات والمواطنين. في البداية سي كريم بغيت غير نصحح أن نائبة برلمانية في الولاية التشريعية السابقة 2016-2026. مرحبا بك للا زهور الوهابي. خليني أتساءل معك قبل ما هو جديد ولا الجمع العام، اليوم انتم كباميين كيف شفتوا وقيمتوا الأداء والحصيلة ديال الأمين العام الخارج عبد اللطيف وهبي؟ سي عبد اللطيف وهبي كانت حصيلته جد مشرفة، معاه كأمين عام قدرنا أننا ندخلوا الحكومة ونسيروا الشأن العام ديال المواطنات والمواطنين المغاربة. كان أمين عام جد مقنع، متواجد بالساحة السياسية، متواصل مع المواطنة مع المناضلات والمناضلين. سي عبد اللطيف وهبي ولد الحزب وقدر أنه يكون في هذه الفترة ديال الأربع سنين ديالو أمين عام مقنع لكل المناضلات والمناضلين. علاش ما بقاش عبد اللطيف وهبي أمين عام للحزب مدات حصلته مشرفة وكان أداؤه جيد وانتم راضين عليه؟ سي كريم كيف اللي كيتبع الشأن السياسي ديال الأصالة والمعاصرة كيعرف أن ما عندنا حتى شي أمين عام يعاود الولاية الثانية، والسي عبد اللطيف وهبي كان صريح جدا وقال داخل المجلس الوطني وقبل تصريحاته الصحفية أنه عنده مهام أخرى، الوزير العدل ماشي سهلة. دونك هو هذا خيار شخصي ديال السيد الأمين العام، وحنا كمناضلات وكأعضاء المجلس الوطني احترمنا هذا، كمؤتمرين احترمنا الرغبة ديال السي عبد اللطيف وهبي. ما كان حتى شي زعما مانع انه يكون في الولاية الثانية، ولكن هذه رغبة شخصية ديال السي عبد اللطيف وهبي احترمناها كمناضلين ومناضلات. طيب ماذا عن القيادة الثلاثية؟ علاش اليوم ثلاثة القياديين في الأمانة العامة بدل شخص واحد؟ انا غنرجع شويه بالمستمعين الكرام ومعكم سي كريم عن التاريخ ديال حزب الأصالة والمعاصرة منذ التاسيس ديالو في 2009، ومنذ هذا اول مؤتمر قبل في 2008 كنا دائما سباقين الى ابتكار اشكال جديده للنضال. واليوم هذه القياده الثلاثيه جاءت اختيار لاعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الخامس، لان بغينا تجديد العمل السياسي، بغينا نخب سياسيه جديده، وبغينا نبتكروا طرق جديده للتسيير، نتجاوزوا ما هو كلاسيكي، نتجاوزوا ما هو معمول به، لاننا ما حسيناش اننا ضروري نكونوا متقيدين ما هو كلاسيكي. اليوم الاحزاب السياسيه في العالم المتقدم في اوروبا في امريكا ابتكرت اشكال جديده، ما بقاش حتى شي حد كيتلاقى بشكل مباشر، ولا اغلبيه ديال الاحزاب السياسيه ربما الرقمنه مستعمله بشكل كبير. دونك لما لا حزب الأصالة والمعاصرة نبتكر اشكال جديده فيها مقاربه تشاركيه، فيها اقحام الشباب في القيادات ديال الحزب، وفيها طرق جديده ربما للتجاوب مع الخطب الملكيه للتجديد والتخليق، واننا فعلا نكون حزب مختلف كيف ما بدينا من الاول. طيب كيف ممكن التعامل مع هذه الصيغه الجديده المبتدعه من قبل حزب الأصالة والمعاصره؟ اليوم ثلاثه الاشخاص في القياده ديال الامن العامه، فاطمه الزهراء المنصوري، المهدي بن سعيد، وصلاح الدين ابو الغالي، لكن عمليا او خلينا نقول قانونيا واداريا من هو الامين العام الذي سيمثل الحزب امام مختلف المؤسسات؟ قانونيا سي كريم لا ما كاينش شي حاجه تمنع انه يكون امين عام
ولا قيادة جماعية ولا قيادة ثلاثية، لأن المنسقة هي أستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، وكمهام إدارية وتسييرية للشأن الداخلي للحزب أكيد أنها غتكون غيتم الفصل فيها في المجلس الوطني المقبل. كل أمين عام يتكلف بالجزء معين داخل التنظيم، ولكن كتبقى دائما المنسقة ديال هذه القيادة الجماعية هي الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري. ما كنظنش أنه يكون شيء إشكال لا قانوني ولا إداري في هذه القيادة. طيب وعلاش ما شفناش فاطمة الزهراء المنصوري مباشرة هي أمينة عامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وممكن سي أبو الغالي وسي بن سعيد يكونوا نواب أو في مهام أخرى؟ علاش ما تعطاتهاش ثقة كاملة لتكون وحدها أمينة عامة؟ بالعكس سي كريم، الثقة موجودة، والأعضاء المجلس الوطني كانت عندهم ثقة كبيرة في كل هذه القياديين الثلاث بما فيهم فاطمة الزهراء المنصوري. هذا اختيار، أنا قلت لك المجلس الوطني اخترنا طريقة جديدة لتسيير هذا الحزب في الفترة المقبلة تماشيا مع المستجدات اللي كتعرف الساحة الوطنية والدولية، وكذلك رغبة من أعضاء الحزب أننا يكون عندنا طرق مبتكرة في التسيير وفي التدبير. ثقة كاينة وكل شيء، المناضلات والمناضلين. شنو الغاية منها؟ علاش؟ لأنه كاين اليوم اللي يعاتبكم يقول أنه كما لو أنه حطيتوا فاطمة الزهراء المنصوري في قيادة الحزب ومارستوا عليها نوع من الوصاية أنها معها جوج ديال رجال ذكور ضروري خصهم يكونوا معها كأمينة عامة، ولما كانوا أمناء عام من رجال ولا ذكور ما كان كي واحد كان يكفي. لأن أستاذي كريم احنا فهمنا ما هو كلاسيكي ونرفض دائما التغيير، ولا كيكون واحد الممانعة دائما تجاه التغيير. ما كنحتاجش وصايا على الأستاذ فاطمة الزهراء المنصوري، بالعكس هي غتكون مهام مجزأة على ثلاثة، ربما الاستوعاب أننا باش نستوعبوا التغيرات الجديدة وأننا نكون مواكبين هذه التغيرات وأننا نستجبوا مع الخطاب الملكي اللي دعا للتخليق والتجديد. أنا كنت قبيلات حزب الأصالة المعاصرة دائما كان سبق لابتكار طرق جديدة، وكان سبق لإثارات الجدل في النقاش العمومي، لأن كل شيء كيبغي النمطية وكيبغي نبقى استمرار في ما هو كلاسيكي، لكن احنا كانت عندنا الجرأة أننا نبتكر أشكال جديدة للقيادة ثلاثية بمواضيع مختلفة. غتكون كل قيادي داخل هذه المجموعة غيكون عنده موضوع معين يتفرغ له، وباش يكون الأداء بشكل يعني أفضل وأداء مختلف وأداء مبتكر. ولكن الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري ما يمكنش شي حد، ما يمكنش نهائيا شي حد يعمل ليها الوصاية. كلكم كتعرفوا المكانة ديال الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري داخل الحزب، وهي قيادة عندها قيادة كاملة سواء كانت وزيرة أو لا رئيسة مجلس وطني سابقا ولا عضو مكتب سياسي. ما ليست هناك وصايا نهائيا سكرين، فقط هذو أشكال جديدة ابتكرها المجلس الوطني وكان نقاش حولها وتوافق عليها. دوافع هذا الابتكار أو هذا الإبداع الجديد دوافع اللي ما زالت غير مفهومة، أنه ما زال لن أكون ملحا ولا مسيرا، لكن فقط للفهم أكثر أعود وأطرح معك نفس النقطة. كان من الممكن أن تكون فاطمة الزهراء المنصوري أمينة عامة ويكون معها بن سعيد وأبو الغالي كنواب الأمينة العامة، ونفس الشيء ممكن يكون ويتكلفوا بملفات وبمهام واللي بغى. كريم، المثير النقاش ليست الدوافع، لأننا نحن ما غنختلفوش دائما وغنعاود كيف عن ألح أن ليست هناك دوافع، فقط هو شكل جديد من الابتكار. لكن اللي كيثير النقاش عند المشهد السياسي هو علاش الأصالة والمعاصرة يبتكر أشكال جديدة، علاش حزب الأصالة والمعاصرة مختلفة، هذا ما يثير النقاش. أما طيب الدوافع قد تعتبرها اختلاف لالا زهر الوهابي وأحترم ذلك، البعض يعتبرها أنها مشاكل عميقة يعانيها حزب الأصالة والمعاصرة، وأنه اختار هذه القيادة الثلاثية. هناك من يرى أنه فقدان ثقة نوعا ما في فاطمة الزهراء المنصوري، وهذه جاوبتي عليها. هناك اليوم من يمكن أن يعتبرها بأنه الحزب غير قادر على أنه يكون عنده إجماع وتوافق داخلي على قيادة في شخص واحد، على اعتبار أنه كل واحد يمثل تيار معين، وبالتالي ثلاثة أشخاص اليوم اللي في الأمانة العامة كل واحد يمثل تيار معين، بدل ما أننا نمشي للانتخابات ديمقراطية نشوفوها ونشوفوا فيها تصويت بين المهدي بن سعيد مثلا وفاطمة الزهراء المنصوري وصلاح الدين أبو الغالي، تم رد الصعد داخليا وجمع الشمل في هذه القيادة لإرضاء الجميع.
بالعكس سي كريم، لم نكن متوافقين في محطة سياسية معينة داخل الحزب أكثر من هذه المحطة هذه. اليوم كان إجماع كبير على أننا نشوف هذا الاتجاه بالقيادة الجماعية، كان توافق عندكم إجماع على القيادة الثلاثية، وكما يمكنش يكون عندكم إجماع على قيادة في فرد في شخص واحد. لا، البرلمان ديال الحزب هو من يقرر، هو اللي عنده السلطة الكاملة في أنه يحدد. ولكن برلمان الحزب ما تعطاتوش فرصة أصلا أنه يقرر، كان ترشيح واحد والترشيح الوحيد فيه ثلاثة الأشخاص. لا بالعكس سي كريم، كان نقاش داخل القاعة استغرق منا أكثر من كان اللي بقى فيها النقاش حتى الوحدة الصباح، الورقة المذهبية بقت تتناقش حتى الوحدة ديال الصباح، لجنة القوانين نفس الشيء. كان نقاش داخل المؤتمر اللي استمر يومين ديال النقاش، وكان توافق حول هذه القيادة الجماعية، وكان توافق كأرقى أشكال ديمقراطية لاختيار هذا الطريق الجديد. ما الخص فقط المواطنة يتوقف في اختيارات أصل المعاصرة، لأننا عبر هذه 15 سنة بان بأننا غادين في الاتجاه اللي هو صحيح، غادين في إنتاج. طيب خلينا نسولك فين غادين، حلول فين غادين الحزب اليوم؟ كيعاني مشاكل داخلية، بغينا ولا كرهنا ملفات فساد تلاحق وتطارد قيادات داخل الحزب، ممكن التبرؤ من هذه القيادات ممكن لا، ولكن في نهاية المطاف هذه قيادات بارزة اليوم أثرت وتؤثر في بناء وصناعة الحزب وأيضا في الانتخابات السابقة، وهذا موضوع كان حاضر داخل الجمع العام. إلى أي حد الأصل والمعاصرة قادر على تجاوز هذه الأزمة، خليني نسميها الأخلاقية اليوم التي تلاحق؟ سي كريم، الحزب الأصل والمعاصرة غادي في اتجاه التجاوب مع احتياجات ومع الإشكالات اللي كيعرفها المواطنات والمواطنين. في الورقة المذهبية ديال الحزب لهذا المؤتمر جبنا خطوط عريضة ومواقف واضحة من مجموعة من القضايا المهمة في داخل البلاد. حزب الأصل والمعاصرة ما يمكن نقوله غير أنه مثله مثل كل الأحزاب السياسية في المغرب. هذا التحامل على وجود قيادات عندهم ملفات لم يقول كلمته القضاء بعد فيها، هو هذه الإشكالات كاين في مجموعة ديال الأحزاب الأخرى، وكاين في المجتمع اللي احنا ماشي معها طبعا، ولكن نحترم القضاء. الملفات محطوطة عند القضاء، ما يمكنش. وأكد لك سي كريم أنه ليست هناك أزمة داخلية في الحزب الأصل والمعاصرة إطلاقا، كنا واضحين في التعامل مع هذه الملفات، كنا واضحين في التعامل مع المناضلين، قدموا الإعفاء ديالهم من المهام ديالهم بمجرد أنهم بدأت الإجراءات ديال المحاكمة ديالهم، هادو قرارات كانت ديال السي ناصري وسي بيوي. هناك ملفات كبيرة جدا، ونقول أن هذه المحطة هذه ديال 2024 نهاية 2023 كانت مرحلة ديال التصفية والتخليق في الحياة السياسية، وبدليل أن مجموعة ديال البرلمانيات والبرلمانيين من مجموعة من الأحزاب السياسية الملفات ديالهم محطوطة في القضاء، كاين معتقلين بشكل كبير، كاين ممارسين لمهام أخرى، اليوم كنلقاو نوتير دينوتير موثقين كاين في السجون، كنلقاو بأنه رجال بعض رجال الأمن كاينين في السجون. ما يمكنش نقولوا بأن هذاك الجهاز فاسد أو هذاك الجهاز كذلك ديال موثقين أولاد الأمن فاسد. هادو ملفات يتم معالجتها بشكل يعني فرداني، والقاعدة القانونية واضحة في هذا الأمر، شخصية العقوبة وشخصية الجريمة. أشكرك. يكون تحامل على حزب الأصل والمعاصرة، حيث واحد جوج القياديين فعلا كانوا قياديين وكان إجماع عليهم. هو ليس هناك تحامل، وهناك فرق بين هيئات مهنية سواء موثقين ولا غيرهم بما أنك ذكرتهم، بين هيئات سياسية تدبر الشأن العام والمالية العمومية. هو وضع سي كريم اللي بغيت نقول لك موجود في الاحزاب السياسيه الاخرى، لا يتم الحديث عن عليه، وفقط حجم الملف يختلف، وتعلمين ذلك حجم الملف يختلف فعلا، ولكن تعاملنا كحزب الاصل والمعاصره مع هذين الملفين كان تعامل واضح، وكان فيه احترام كبير للمواطنين والمواطنات اللي صوتوا على حزب الاصل والمعاصره، كان اعفاء من هذه المهام، وحنا ننتظر كلمات القضاء في هذا الشان اللي دار جريمه راه يستحق العقوبه، وما مرش حد غيتضامن معاه، ولكن انتظار قول كلمة القضاء في هذا الشأن. ما يمكنناش نخوضوا في هذه الملفات بشكل نهائي، لأننا نحترم استقلالية القضاء ونخليه المسار القضاء يمشي بشكل عادي، ونأكد أن حزب الأصل والمعاصرة لا يعرف أزمة داخلية. شكراً. شكراً جزيلاً على هذا. شكراً لك للا الزهور الوهابية القيادية في حزب الأصل والمعاصرة والبرلمانية السابقة عن نفس الحزب.